السيد ممثل الجهة، السيد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، ضيوف المؤتمر الثالث، أعضاء وممثلي الفروع الجهوية بسائر المملكة التي تمثل الجامعة الوطنية للتخييم، حضوري الكريم، رجال الإعلام والصحافة، الضيوف الكرام، نزلتم أهلا وحللتم سهلا بين دهرانينا. نكبر فيكم هذا الحضور لنطفئ هذه الشمعة الثالثة إن شاء الله. فباسم الجامعة أو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم نقول لكم ألف وألف مرحبا، ونحن نرحب بكم لتدعموننا وتحضروا معنا المؤتمر الثالث للجامعة الوطنية للتخييم. إن الجامعة الوطنية للتخييم كأكبر نسيج جمعوي يغطي كل ربوع الوطن بأزيد من 250 جمعية وطنية ومتعددة وجهوية و500 جمعية محلية وفاعل أساسي في مجال التخييم بصفة خاصة على توسيع مجال اشتغالها وتوحيد كل المكونات الفاعلة في مجال التخييم وتكوين الشباب وترسيخ الثقافة. مصطفى نشيط، الأمين العام للجامعة الوطنية للتخييم والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم المنعقد أيام 25/26/27 بمدينة الدار البيضاء، ومن طبيعة الحال تحت شعار المؤسسة من أجل الترافع عن قضايا الطفولة والشباب بالمغرب. طبيعي كيجي هذا المؤتمر الوطني الثالث من بعد تجارب سابقة للجامعة الوطنية للتخييم اللي سبقات كانت كهيئة استشارية أيام اللجنة الوطنية للتخييم ثم أيام الهيئة الوطنية للتخييم إلى تأسيس الجامعة الوطنية للتخييم. طبيعي المؤتمر كيجي في محطة فاصلة ديال الجامعة الوطنية للتخييم من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الطفولة والشباب بالمغرب، ومن أجل إعادة من طبيعة الحال تشكيل وتجديد الدماء داخل الجامعة الوطنية للتخييم. هذا سيكون داخل طبيعة الحال مناقشة القانون الأساسي الجديد للجامعة الوطنية للتخييم، وستنبثق عن المؤتمر ثلاث ورشات أساسية اللي هي ورشة التكوين وورشة الاستراتيجية المقبلة للجامعة الوطنية للتخييم لمدة 5 سنوات المقبلة، وورشة التكوين وورشة التخييم. شكرا. محمد قمار، عضو مجلس إداري للجامعة الوطنية للتخييم. نحن في محطة ديال المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم اللي تعتبر هي من المؤسسات التشبيكية ديال الجمعيات اللي كاينة في المغرب، تعتبر أن هذا المؤتمر هذا جا من أجل مؤسسة الترافع على قضايا الطفولة والشباب. نحن اليوم في هذا المؤتمر جئنا لنعيد تأسيس لمجموعة ديال المفاهيم وخاصة في مجال الترافع على كل المؤسسات ديال الطفولة والشباب، على كل المؤسسات التي تحمي طفولتنا وشبابنا وترسخ كل القيم ديال المحبة وديال التعايش. تنحاولوا اننا في هذا المؤتمر من خلال الورشات اللي غادي تكون قانونيه ولا استراتيجيه، تنحاولوا من خلالها مع مجموعه كل الجمعيات المنضويه تحت لواء ديال الجامعه الوطنيه للتخييم من اجل وضع اسس واضحه وكفيله بانها تدافع على هذه القضايا ديال الطفوله والشباب، وتدافع على المؤسسات ديال الطفوله والشباب، وتدافع على قوانين ديال الشباب الطفوله والشباب من اجل مغرب افضل ومن اجل مغرب الغد ومن اجل الطفوله واحترام شبابنا ومستقبلنا. فاليوم هو محطه تاريخيه للجامعه الوطنيه للتخييم، هو محطه ستبقى راسخه لانها تعتبر من المحطات الاساسيه من اجل جيل جديد ومن اجل مغرب جديد ومن اجل افق جميل. محمد، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم جهة هضبات القنيطرة. إذا اليوم تعيشوا واحد المحطة تاريخية داخل النسيج الجمعوي اللي هي المؤتمر الثالث للجامعة الوطنية للتخييم، اللي تتعرف مجموعة من اللي عرفت مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأشغال، مجموعة من النضالات داخل الحقل التضامني بالأخص في مجال التخييم. اليوم تعتبر هذه المحطة هي محطة تاريخية أننا تحتاجوا باش ترفعوا هذا على جف الشعار ديالها مؤسسة اللي ترفع عن الطفولة والشباب.